المدير الفني اللي هو بيدور على اللعيبه برضو، ما فيش حد يبقى ميسنج من عنده ما يخرجش عن النادي الاهلي في المباراه اللي جايه. كل التوفيق بالنسبه للعيبه كلها في المرحله دي، عشان نيجي بعد كده نقول ايه، احنا شفنا كل العناصر، شفنا كل الاطراف، نص الملعب، الفراوده، يقدر حسام البدري والجهاز الفني بتاعه باذن الله بدون اصابات يواجه الشكل اللي جاي الجديد بتاع كاس مصر وبطوله افريقيا ان شاء الله. كابتن ربيع، البعض كان يعني كان بيشوف ان كابتن حسام البدري ممكن يغير في تشكيله الفريق نتيجه طبعا هو حسم بطوله الدوري، لكن كابتن حسام ما زال القوام الاساسي موجود، ان كان بطعم ببعض اللاعبين ولكن ليس بالكثير في المباريات. هو غير، ما انت عندك علي لطفي كان موجود الماتش اللي فات ما قاعد النهارده، احمد فتحي كان موجود الماتش ادي 2، عمرو السوليه ادي 3، باقة ادي 4، ميدو 5، واخد بالك، ازارو 6 عشان الاصابه. يعني في النهارده ازارو مش بدأ الماتش اللي فات وغير ومروان نزل مكانه، هم دول مش موجودين النهارده خالص، بيريح ما بين راحه وما بين تدوير ما بين هدوء وانسجام وترابط يحسب للجمهور العظيم انه دايما هو فرقته في كل مكان. صحيح. كابتن عادل، هو سؤال حضرتك طبعا راي حضرتك في التشكيل وبالنسبه لاختيار كابتن حسام بدري النهارده، وفي نفس الوقت هل ممكن لو كابتن حسام بدري مثلا شال مجموعه من اللاعبين وحط مكانهم المجموعه مثلا اللي على دكه البدلاء، هل ممكن يحصل تاثير على فريق النادي الاهلي من حيث الاداء والجزء الفني كابتن عادل؟ يعني بس اسمح لي الاول ان قبل ما اجاوبك على السؤال ان انا اقول لاخواتنا الاقباط كل سنه وهم طيبين اول حاجه، تاني حاجه عايز كمان ابارك لابطال النادي الاهلي في الفولي، فرقه الفريق الاول ببطوله افريقيا، ودي حاجه مره يعني 13 يا كابتن. دي حاجه ساعدتني جدا، وانا سعيد كمان وببارك لمجلس الاداره اللي هو من ساعه ما جم بقى لهم 120 يوم حصدوا بطولات كثيره، 52 بطوله كابتن مع جميع الفئات، يعني بمعدل شهر 21 مباراه، يعني في معدل يومين وسبع ساعات حاجه كده، كل يومين وسبع ساعات بياخدوا بطوله، دي ما شاء الله دي حاجه كويسه. ندخل بقى في المباراه بتاعتنا النهارده. شوف يمكن التشكيل ده شبه تشكيل اساسي فعلا، يمكن زي ما الكباتن قالوا، لكن الحاجه المهمه اللي انا شايف في الاستقرار الفني في بعض الاماكن، يعني انت بتتكلم على حته اللي تحت راس حربة اللي هي كان بيلعبها وليد ازارو عبد الله السعيد، دلوقتي بيلعبها ممكن هيبقى في مرونه تكتيكيه في الحته الهجوميه، يمكن الكابتن حسام اشتغل عليها اخر خمس مباريات، اللي هو مش مين اللي في المكان، يعني مش الاسم اللي يبقى في المكان، اي واحد فيهم يقدر يعملها، اجاي ممكن يعملها، حمودي بيعملها، عندك كمان كان عبد الله سعيد بيعملها الاول، عندك احمد حمودي بيعملها، عندك اجاي، لا انا بتكلم في اللي في الملعب النهارده، عندك وليد سليمان، فهو اللي هيعملها النهارده في البدايه وليد سليمان، حمودي اللي هيلعب ناحيه اليمين، اجاي ناحيه الشمال، مروان محسن اللي هيبقى قدامه، تحته هيبقى وليد سليمان، حسام عاشور واكرم توفيق الاثنين اللي ده الوقت اللي انا عايز اقول لك الاستثمار بتاع البطوله اللي هو انت بتلعب على جميع المراحل وجميع النواحي. اول ناحيه انك انت بتعمل ارقام زي ما الكباتن قالوا، ودي حاجه مهمه جدا، انا نفسي نوصل للرقم 89 في اللبنات، علشان الرقم اللي هو كان 2014 لما راح من النادي الاهلي للدوري كان 78 بونت النادي الزمالك، رغم انه كانوا بيلعبوا 20 مباراه في 20 فريق، كان مش زي 18، فعلشان كده نفسي ناخد، انا نفسي اوصل لل 93، وهو ممكن تعملها في ال 93 هتعمل رقم كويس. وفي الاخر عايز اقول لك النهارده الاستقرار الفني بتاع النادي الاهلي يقدر يستثمر الاربع مباريات للايام الجايه، ما بين انه شوف ناس تاخد مباريات علشان الاعداد، ناس تانيه ممكن تقف على مستواهم علشان انت تحط قيمتك بارتاحيه. حاجات العام القادم يا كابتن؟ انا بتكلم طبعا انت لما بتحسم بطوله انت بتفكر في حاجتين، بتفكر في البطولات الباقيه عندك، وبتفكر كمان انك ازاي تعمل اعدادك للسنه الجايه، بيعمل اعداده من السنه الجايه في الوقت ده علشان يرسع اللعيبه اللي هتبقى معاه موجوده، علشان دي امر مهم جدا انك انت تدي فرص شاكك في لاعب، او بالمعنى الاصح عايز تودي لاعب مكان تاني تخليه يبقى متمرس في مباراه او اتنين او تلاته عشان يخش الموسم الجديد.